اهلا بيكم حبايبي طلاب جريد 4 في درس جديد على قناه برايفت ماس ليسونز. توداي ان شاء الله هناخد ليسون 3 اللي بعنوان adding and subtracting the fractions having different denominators. الدرس بتاعنا النهارده درس سهل جدا معتمد على الدرس اللي فات. اللي فهم الدرس اللي فات كويس وعرف ازاي يجيب الكومن دينومينيتور between two fractions ليهم denominators مختلفه، الدرس ده بالنسبه له هيبقى سهل جدا. طيب يلا نبدأ مع بعضنا الليسون ونتعلم ازاي نعمل adding للفراكشنز اللي ليها different denominators. الدرس اللي فات كان بيجي لي الفراكشن ده والفراكشن ده وبيقول لي اعمل compare، وكان لازم التو فراكشنز اخلي التو denominators بتاعتهم متساوية. الدرس بتاعنا النهارده بيقول لي عايزين نعمل 1 over 2 plus 1 over 4. نعملها ازاي؟ هل ينفع نقول 1 plus 1 و 2 plus 4؟ هل ينفع نقول كده؟ لا طبعا ما ينفعش نقول كده خالص. امال نحل المساله ازاي؟ لازم نجيب equivalent fraction لل1 over 2 بحيث ان يكون الدينومينيتور بتاعه زي الايه؟ الثاني. يعني نحول ال1 over 2 ل2 over 4. في الحاله دي انا عندي ال2 denominators are the same، يبقى احنا ممكن نقاد النيوميريتورز مع بعضها. يعني في حاله الاديشن بنسيب الدينومينيتور زي ما هو ما نغيروش، والنيوميريتورز نحطهم على بعض. هنا عندي 2 بارتس وهنا عندي بارت واحد، لما نحطهم كلهم مع بعض يبقوا 3 بارتس، يبقى المجموع بتاع الاثنين دول 3 اوفر 4. يبقى انا اول حاجه لازم اعملها عشان اعمل اديشن لازم اخلي التو فراكشنز ليهم نفس الدينومينيتور وبعد كده ااد النيوميريتورز. يبقى ايه هي القاعده بتاعه الاديشن؟ ان انا اول حاجه لازم اجيب الليست كومن مالتيبل للتو دينومينيتورز، وبعد كده احول التو فراكشنز لايكويفالنت فراكشنز ليهم نفس الدينومينيتورز اللي هو الليست كومن مالتيبل اللي انا جبته، وبعد كده ااد التو نيوميريتورز. يلا ناخد بقى مجموعه كبيره من الاكزامبلز كده علشان نطبق على الكلام ده. اكزامبل 1 بيقول لي add the following 1/3 plus 1/5. نعملها ازاي؟ نيجي نبص على الدينومينيتورز الاثنين مختلفين، يبقى نجيب الكبير من الجريتر بتاعهم ال5. اسال نفسي مين هو اول مالتيبل اوف 5 ديفيزبل باي 3؟ كنا بنجيبها ازاي؟ ادي ال5 اهي، المالتيبل بتاعها اللي بعد كده از ايه؟ از 10. هل ال 10 ديفيزبل باي 3؟ لا، يبقى ناخد كمان مالتيبل. مين هو؟ ال15. ال15 ديفيزبل باي 3؟ اه ديفيزبل باي 3. يبقى على طول هنحول التو فراكشنز دول لتو ايكويفالنت فراكشنز يكون الدينومينيتور بتاعهم 15. واسال نفسي ال3 ديت عشان تتحول لل15 اتعمل لها تايمز كام؟ اتعمل لها تايمز 5. يبقى لازم ال1 ده اعمل له برضه ايه؟ تايمز 5. يبقى كام؟ يبقى 5. اوكي؟ طيب ال5 دي عشان تبقى 15 اتعمل لها تايمز 3، يبقى لازم اعمل ال1 تايمز 3 يديني كام؟ يديني 3. دلوقتي نقدر نقاد التو نيوميريتورز. يعني انا التو نيوميريتورز ما بعرفش اعمل لهم اديشن ابدا الا لما يكونوا هما الاثنين ليهم نفس الايه؟ الدينومينيتور. يبقى نحط هنا ال15، ناخد بالنا ده ما بنعملوش اديشن، بنحطه زي ما هو وبعد كده احط الاثنين دول على بعض يديني 8. اوكي؟ طريقه سهله مفيش فيها مشاكل خالص. يلا اللي بعديها 1 over 4 plus 1 over 6. مين الدينومينيتور الكبير؟ ال6. هل ال6 ديفيزبل باي ال4؟ لا طبعا. يبقى نجيب لها اول مالتيبل. مين اول مالتيبل لل6؟ اول مالتيبل لل6 ال12. يعني هي في الاول 6 عملنا لها 6 تايمز 2 ادتني 12. احنا اتفقنا اول مالتيبل بجيبه لما بكرر النمبر مرتين، يعني اقول 6 تايمز 2 اداني 12. هل ال12 موجوده في تيبل 4؟ موجوده. يبقى على طول ناخد ال12 وتبقى هي الكومون مالتيبل، ونقول ال4 عشان تبقى 12 اتعمل لها تايمز كام؟ تايمز 3. يبقى لازم اعمل النيوميريتور بتاعها تايمز 3 يديني 3. ال6 عشان تبقى 12 اتعمل لها تايمز كام؟ تايمز 2. يبقى لازم اعمل النيوميريتور ده برضه تايمز 2. 1 تايمز 2 يديني ايه؟ يديني 2. المنظر ده اصبح مناسب ان انا اعمل اديشن للتو نيوميريتورز. ليه ينفع احطهم على بعض؟ عشان هما الاثنين ليهم نفس الدينومينيتورز. لكن في الحاله دي ينفع نحط ال1 بلس 1؟ لا طبعا، عشان الدينومينيتورز عندي مختلفين. يبقى هنا 3 بلس 2 يديني 5 اوفر ال12. يلا اللي بعد كده 4 و8. مين الجريتر؟ ال8. هل ال8 ديفيزبل باي ال4؟ ايوه فعلا ال8 ديفيزبل باي ال4، يبقى خلاص يبقى ينفع ناخد ال8 اتسلف. ممكن اخد ال8، يعني هسيب الفراكشن ده زي ما هو واغير الفراكشن ده واخلي ال4 8، علشان ال4 تبقى 8 نعمل لها تايمز كام؟ تايمز 2. يبقى لازم برضو ال3 نعمل لها تايمز 2 تبقى كام؟ تبقى 6. في الحالة دي ممكن نعمل اديشن لل2 نيوميريتورز عشان ليهم نفس الدينومينيتور. 6 بلس 5 يديني 11. ناخد بالنا بقى، ما ينفعش وانا بعمل اديشن الناتج نسيبه امبروبر. انا عندي الفراكشن ده امبروبر لان النيوميريتور جريتر ذان الدينومينيتور، يبقى لازم نحوله لميكسد على طول. كنا بنحول لميكسد ازاي؟ كنا بنقول كده 11 ديفايدد 8 واسال نفسي ال8 اعمل لها تايمز كام عشان تقربني من ال11؟ 8 تايمز 1 يديني 8، اديني قربت. طب يلا نقرب اكتر، 8 تايمز 2 يديني 16. لا ده انا كده ما قربتش، ده انا كده بعدت عن ال11. يبقى نرجع ل 8 تايمز 1، يبقى 8 تايمز 1 ايكوال 8، دي اقرب حاجه ليا، يبقى نحط هنا الايه؟ ال1. طيب انا وصلت لكام؟ وصلت لل8. ما بيني وما بين ال11 قد ايه؟ عندي ال9، عندي ال10، عندي ال11. يبقى ما بيني وما بين ال11 3 اوفر ال8. تمام؟ مهم جدا نعرف ازاي نحول من الامبروبر للميكسد عشان هنعملها كتير قوي. والكلام ده اتشرح بالتفصيل الدرس اللي فات. يلا نأكد 1 تايمز 8 يديني 8 بلس 3 يديني فعلا 11. يبقى هو ده الانسر بتاعتي بتاعت الايه؟ الاكزامبل ده. يلا اللي بعد كده، عندي 3 فراكشنز عايزين نعمل لهم اديشن. نعمل ايه؟ نروح نجيب الدينومينيتور الكبير اللي هو مين؟ ال8، واسال نفسي هل ال8 ديفيزبل باي 6؟ لا، يبقى خلاص نجيب المالتيبلز بتوعها ونشوف مين هو اول مالتيبل هيبقى ديفيزبل باي ده وباي ده. اول مالتيبل عندي لل8 نعمل لها تايمز 2 تديني كام؟ 16. ها ال 16 ديفيزبل باي 6؟ لا، يبقى ناخد كمان مالتيبل اللي هو كام؟ 24. بنمشي التيبل ده، يعتبر تيبل 8، بمشي كده في تيبل 8. طيب ال 24 ديفيزبل باي 6؟ اه تديني 4. ديفيزبل باي 3؟ اه تديني 8. خلاص يبقى ناخد ال 24، هو ده الكومون دينومينيتور اللي هشتغل عليه. حط هنا كده 24 وهنا 24 وهنا 24. يلا ال3 عشان تبقى 24 اتعمل لها تايمز كام؟ تايمز 8. يبقى نعمل لل2 تايمز 8 يديني 16. 6 عشان توصل لل24 اتعمل لها تايمز 4، يبقى 1 تايمز 4 يديني 4. ال8 عشان توصل لل24 اتعمل لها تايمز 3، يبقى اعمل ال5 تايمز 3 يديني 15. ده هيكوال معايا كام هنا؟ 24 زي ما هي. يلا نعمل صم 16 بلس 4 20 بلس ال 15 يديني 35. ينفع اسيب المسألة كده؟ لا طبعا ما ينفعش عشان ده امبروبر، يبقى لازم نحوله لميكسد. يلا نحوله لميكسد. احوله ازاي ده؟ نسأل نفسنا 24 تايمز ايه تقربني من ال 35؟ نعملها هنا 24 تايمز 1 ايكوال 24، 24 تايمز 2 ايكوال 4 تايمز 2 يديني 8، 2 تايمز 2 يديني 4. لما بنيجي نعمل مالتيبليكيشن بنعملها من اليونتس، ببدا باليونتس من الموست رايت. طيب ال 35 بقى عشان اوصل لها اعمل تايمز 1 ولا تايمز 2؟ هي ان بتوين ال 24 و 38، يبقى اكيد ال 35 فيها جاست 1 من الايه؟ من ال 24. يبقى كام بقى عشان اوصل لل 35؟ نيجي هنا نعمل ماينس، نقول كده 35 ماينس ال 24، 5 ماينس ال 4 يديني 1، 3 ماينس 2 يديني 1. يبقى عندي يبقى عندي 11. يبقى الانسر بتاعتي 1 and 11 over ال 24. تمام؟ طيب يلا اللي بعديها. هنا عندي 2 ميكسد نمبرز. نعمل ايه هنا؟ هنسيب الهول وانز زي ما هما، والفراكشنز دي نجيب لها equivalent fractions ليهم نفس الدينومينيتور. عندي الفور وعندي الفايف. نعمل ايه؟ ناخد الكبير ونشوف المالتيبلز بتوعه. هل ال 5 اولا ديفيزبل باي ال 4؟ لا، يبقى خلاص نشوف 5 تايمز 2 اللي هو تيبل 5 بقى. يلا نطلع في تيبل 5، 5 تايمز 2 يديني 10، ال 10 ديفيزبل باي ال 4؟ لا. طب 5 تايمز 3 15، ال 15 ديفيزبل باي ال 4؟ لا. طب 5 تايمز 4 20، فعلا ال 20 ديفيزبل باي ال 4، يبقى ال 20 هو الكومن دينومينيتور. يعني هتبقى عامله كده، هنقول كده 4 ونعمل هنا ونحط 20 بلس 3 وهنا واحط ايه؟ 20. الفور علشان تبقى 20 تعملها تايمز كام؟ تايمز 5، يبقى لازم اعمل ال1 ده تايمز 5 يديني 5. ال5 علشان تبقى 20 تعملها تايمز 4، يبقى نعمل ال2 تايمز 4 يديني 8. طيب وبعد كده هنعمل ايه؟ سهل قوي، هنحط الهول وانز على الهول وانز. اقول كده 3 بلس 4 يديني كام؟ يديني 7. وهنا هنحط ال 20 عادي خالص واقول 5 بلس 8 يديني 13. سهله قوي، كل اللي هنعمله في الميكسد نحط الهول وانز على الهول وانز، والفراكشنز بردك هنعمل لها نفس الكلام، نجيب لها كومن دينومينيتورز ونحط الايه؟ النيوميريتور اوفر النيوميريتور. طيب وبالنسبه للسبتراكشن هنعمل ازاي سبتراكشن لتو فراكشنز ويز ديفرنت دينومينيتورز؟ نفس اللي عملناه في الاديشن هنعمله بالظبط في السبتراكشن، نفس الخطوات. هنجيب common denominators بس بدل ما هنعمل addition للتو numerators هنعمل لهم subtraction. يلا نشوف الاكزامبلز. subtract the following 1 over 4 minus 1 over 5. يلا نجيب common denominator والمره دي هنعمل ماينس. ال 5 وال 4، ال 5 not divisible by ال 4. يلا نشوف المالتيبلز بتوعها. table 5 فيه 10، بعد ال 10 15، بعد ال 15 20. ال 20 هي اللي هتنفع مع ال 4، يبقى نعمل هنا 20 وهنا 20. ونسأل نفسنا الفور عشان تبقى 20 تعمل لها تايمز كام؟ تايمز 5، يبقى 1 تايمز 5 is 5. وممكن نقول 20 divided ال 5 is 4، 4 times 1 is 4. الشكل اللي قدامي ده طالما التو denominators are the same يبقى من حقي أعمل السبتراكشن. 5 minus 4 يديني 1 divided ال 20. يلا هنا 3 و 6، الجريتر عندي ال 6، ال 6 ديفيزبل باي ال 3، يبقى ناخد ال 6 نفسها كومون دينومينيتور. طبعا هسيب ده زي ما هو. ال 3 عشان تبقى 6 تعمل لها تايمز 2، يبقى نعمل لل 2 دي برضه تايمز 2 يديني 4. طالما جبنا الايكويفالنت فراكشنز نقدر نعمل سبتراكشن. نحط الكومون دينومينيتور زي ما هو، 4 ماينس ال 1 يديني 3. ناخد بالنا بقى يا اولاد، 3 ديفايدد ال 6 دايما في المسائل لازم اطمن واتاكد ان الفراكشن موجود في السمبلست فورم. يعني ايه في السمبلست فورم؟ يعني ما يكونش النيوميريتور والدينومينيتور في نفس التيبل او في بينهم فاكتورز مشتركه. عندي هنا 3 وعندي 6، ال 3 ممكن اعمل لها ديفايدد 3 يديني 1، وال 6 ديفايدد 3 يديني كام؟ يديني 2. يبقى لازم نطمن ان احنا بنحط الفراكشن بتاعنا فأسهل صورة ممكن نحن ندركها أو نفهمها بسرعة. طالما عندي فرصة إن أنا 3 أوفر 6 أحطها في شكل أبسط منها نعمل كده على طول. يلا هنا اتفقنا نعمل إيه في الميكسد؟ نسيب الهول وانز زي ما هي ونشتغل على الإيه؟ الفراكشنز ديت. عندي ال 5 وال 6، الكبير مين؟ ال 6. 6 تايمز 2 12، ال 12 نوت ديفيزبل باي ال 5. 6 تايمز 3 18، 18 نوت ديفيزبل باي ال 5. 6 times 4 is 24 و 24 not divisible by 5. 6 times 5 is 30 وال 30 divisible by 5، وبالتالي هناخد ال 30 common denominators. اوكي، ونقول ال 5 علشان تبقى 30 اتعمل لها times 6، يبقى نعمل ال 1 times 6 يديني 6. ال 6 عشان تبقى 30 اتعمل لها times 5، يبقى نعمل ال 1 times 5 يديني 5. اوكي، وبعد كده نقول كده 3 minus ال 1 يديني 2، وال 30 تنزل، 6 minus 5 يديني 1. ناخد بالنا يا أولاد حاجة مهمة أوي في المسألة دي. لما وصلنا للصورة ديت ناخد بالنا إن الفراكشن ده greater than الفراكشن ده، يعني هنا ال 6 over 30 greater than ال 5 over ال 30. عشان كده اشتغلنا. طب نفرض ان احنا لقينا الفراكشن ده لزان الفراكشن ده، هنحلها ازاي؟ دي مهمه قوي نعرف هنعملها ازاي. لازم احول الميكسد لامبروبر. يبقى انا الحاله الوحيده اللي هحول فيها الميكسد لامبروبر حاله الماينس لو جالي الفراكشن الاولاني للزان الفراكشن ده. لكن طالما الفراكشن ده جريتر زان الفراكشن ده نشتغل واحنا مطمنين. يلا اللي بعد كده يقول لي فايند. هنا 6، مش احنا اتفقنا يا اولاد ان اي نمبر عندي عباره عن النمبر نفسه ديفايدد ال 1؟ يعني ال 6 اكنها 6 ديفايدد 1. هنا هيبقى ماينس 3 and 5 over 9. المساله دي ممكن نحلها بطريقتين. اول طريقه ان انا ال 6 دي ممكن اخليها كده، اخليها 5 بلس ال 1، يعني ال 5 دي هسيبها زي ما هي كده، وال1 ده ابص بعيني على ال9 نخليه 9 ديفايدد الايه؟ ال9. يعني ال 6 هي المنظر ده 5 whole ones وفراكشن، بس الفراكشن ده كامل يعبر عن ال1 كله، وفي الحاله دي هنقول 5 ماينس 3 و9 ماينس 5. طب ايه الحل الثاني ان احنا نعملها كده؟ نقول ان ال 6 ديفايدد 1 وتديني 6 ديفايدد 1 هيبقى ماينس ده اخليه امبروبر 3 تايمز ال 9 27، 27 بلس ال 5 يبقى 32 ديفايدد مين؟ ديفايدد ال 9. نيجي نجيب لي الاثنين دول كومن دينومينيتور، طبعا عندي ال 9 وال 1 يبقى ال 1 هنحوله ل 9، ال 1 عشان يبقى 9 اتعمل له تايمز 9، يبقى نعمل ال 6 تايمز 9 تديني ايه؟ 54. اوكي؟ الكلام ده هيبقى ماينس 32 ديفايدد مين؟ ديفايدد ال 9 هتدينا كام؟ هنا 9 عندي 4 ماينس 2 تديني 2، 5 ماينس 3 تديني كام؟ تديني 2. هل ينفع نسيبها كده؟ لا طبعا، ده امبروبر ما ينفعش نسيبه كده، يبقى لازم احوله ميكسد نمبر. هنحوله ميكسد ازاي؟ نسال نفسنا ال 9 تايمز كام تقربني من ال 22؟ طبعا 9 تايمز 2، يبقى نحط ال 2 كده. 9 تايمز 2 يديني كام؟ يديني 18. ال 18 عشان توصل لل 22 يبقى فاضل لها قد ايه؟ فاضل لها 4 ديفايدد ال 9، يبقى ده هو ده بالظبط. طيب يلا هنا عندي الفراكشنز الدينومينيتورز بتاعتها 5 و15 و3، مين الكبير؟ 15. ال 15 ديفيزبل باي ال 5 وباي ال 3، يبقى ينفع ناخد ال 15 از ا كومون دينومينيتورز، يبقى هنعمل كده. هنا 11 حط هنا ال 15 بلس 2 حط هنا ال 15 ماينس 12 ونحط هنا الايه؟ ال 15. ال 5 عشان تبقى 15 اتعمل لها تايمز 3، نعمل لل 3 تايمز 3 يديني 9. ال 15 دي زي ما هي، حط هنا ال 1 زي ما هو. ال 3 علشان تبقى 15 تايمز 5، 1 تايمز 5 از 5. الكلام ده هيكوال ال 80. 11 بلس 2 يديني 13، حط هنا 15. 9 بلس 1 يديني 10 ماينس 12 and 5 over 15. 13 ماينس 12 يديني 1، هنا نحط ال 15. 10 ماينس ال 5 يديني 5. ناخد بالنا ال 5 وال 15 الاثنين في تيبل 5، يعني معنى كده ممكن اعمل ديفيجن اوفر 5 هنا واوفر 5 هنا، يبقى الصوره دي مش سمبلست فورم، يبقى لازم نوصله للسمبلست فورم. هيكوال ال 80. 5 ديفايدد 5 يديني 1، 15 ديفايدد 5 يديني ايه؟ 3. يبقى انا عندي equivalent fraction، الفراكشن ده more simple than 5 over 15، يبقى نكتبها بالصوره دي علشان احنا قلنا ان السمبلست فورم بيساعدنا ان احنا نفهم بسرعه. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، ولينك الصفحه موجود في الديسكربشن بتاع الفيديو. تعالوا مع بعضينا نشوف اكسرسايز 3. بيقول لي add 1 over 3 plus 1 over 4، مين الكبير؟ الكبير عندي ال 4. هل ال 4 divisible by 3؟ لا طبعا، يبقى نشوف المالتيبلز اوف 4. 4 تايمز 2 يديني 8، ال 8 divisible by 3؟ لا، يبقى نشوف المالتيبل اللي بعد كده. 4 تايمز 3 يديني 12، وال 12 فعلا divisible by 3، يبقى هناخد هنا 12 وهنا ايه؟ 12. ونقول ال 3 علشان تبقى 12 اتعمل لها تايمز كام؟ اتعمل لها تايمز 4، يبقى ال 1 نعمله تايمز 4 يديني 4. او ممكن نقول حاجه ثانيه 12 ديفايدد 3 يديني 4، 4 تايمز اللي فوق اللي هو ال1 يديني 4، يعني 12 ديفايدد 4 يديني 3، 3 تايمز ال1 يديني 3. ممكن تشتغل بالطريقه دي او الطريقه دي، اللي هو هيدينا 12 وهنا يبقى ايه 7. هنا 1 اوفر 5 بلس 1 اوفر 3. عايزين نتفق مع بعضينا، لو الكبير برايم، لو الجريتر is برايم، مين هم البرايم؟ كانوا بيبدأوا بال2 3 5 7 11 13 17 19 وعندي 23 and so on. لو الكبير عندي برايم يبقى على طول الكومون دينومينيتور تاخد ده تعمل له تايمز ده، يعني 5 تايمز 3 يديني 15 وهنا 15، يبقى هو ده الكومون دينومينيتور على طول. واقول 15 ديفايدد 5 يديني 3 تايمز 1 يديني 3، 15 ديفايدد 3 يديني 5 تايمز 1 يديني 5، يبقى الحل بتاعي 8 اوفر ال 15. هنا 2 7 مش الكبير برايم؟ اه الكبير برايم، يبقى خلاص اعمل الاثنين تايمز بعض، 2 تايمز 7 يديني 14، يبقى ال 14 هي الكومون دينومينيتور. ال2 علشان تبقى 14 تعملها تايمز 7، يبقى ال1 تايمز 7 يديني 7. ال7 عشان تبقى 14 اتعمل لها تايمز 2، يبقى نعمل برضو للنيوميريتور تايمز 2 يديني 2، لان 1 تايمز 2 يديني 2. الشكل ده نقدر نعمل فيه اديشن ليه؟ علشان النيوميريتور ده زي النيوميريتور ده، يبقى 7 بلس ال2 يديني 9 وهنا 14. يلا 1 4 بلس 1 8 ايكوال كام؟ مين الكبير؟ ال8، يبقى انا عندي نحط هنا ال8 لان هو ديفيزبل باي ال4 وهنا الايه؟ ال8. ده مش هيتغير لاني ما غيرتش الايه الدينوميتور بتاعه. طيب الفرع عشان تبقى 8 تعملها تايمز 2، يبقى 1 تايمز 2 يديني 2. خلاص نقدر نعمل اديشن لان الاثنين زي بعض، 2 بلس 1 يديني 3. يلا اللي بعد كده 1 اوفر 6 بلس 1 اوفر 8. الكبير مين؟ ال8. ال8 ديفيزبل باي ال6؟ لا. مين المالتيبل اللي بعد ال8؟ المالتيبل اللي بعد كده اللي هو كام؟ 16. ال 16 ديفيزبل باي ال 6؟ لا. مين المالتيبل اللي بعد كده؟ 24 ديفيزبل باي ال 6. ايوه، يبقى ناخد ال 24 كومون دينومينيتور ونقول 24 ديفايدد ال 6 يديني 4، او ممكن نجيبها بطريقه ثانيه، ال 6 عشان توصل لل 24 تعمل لها تايمز كام؟ يبقى تايمز 4، ناخد ال 4 نعمل لها تايمز ال 1 يديني 4. 24 ديفايدد 8 يديني 3، 3 تايمز ال1 يديني 3، يبقى هنا 24 4 بلس 3 يديني 7. هنا يلا الكبير عندي ايه؟ الكبير برايم، يبقى على طول نعمل للاثنين تايمز، 7 تايمز ال6 42 وهنا 40 ايه؟ 2. 42 ديفايدد 7 يديني كام؟ يديني 6، 6 تايمز ال3 يديني 18. 42 ديفايدد 6 يديني 7، 7 تايمز ال1 يديني 7، يبقى عندي هنا 42. 18 بلس 7 يديني 25. يلا اللي بعديها 3 و4، خلاص الكومون بتاعهم 12 حفظناهم. 12 ديفايدد 3 يديني 4، 4 تايمز 2 يديني 8. 12 ديفايدد 4 يديني 3، 3 تايمز 3 يديني 9، او ممكن نقول ال 3 عشان تبقى 12 تعمل لها تايمز كام؟ تايمز 4، يبقى نعمل لل 2 تايمز 4 تديني 8. ال 4 عشان تبقى 12 تعمل لها تايمز كام؟ تايمز 3، يبقى نعمل لل 3 تايمز 3 يديني 9. هنا 12 8 بلس 9 يديني 17. ناخد بالنا ده كده امبروبر، يعني ايه امبروبر؟ يعني النيوميريتور جريتر ذان الدينومينيتور، ما ينفعش نسيبه كده، لازم احوله لميكسد. نحوله لميكسد ازاي؟ نسال نفسينا ال 12 اعمل لها تايمز كام عشان اقرب من ال 17؟ نقول تيبل 12 في دماغنا، 12 تايمز 1 يديني 12، 12 تايمز 2 يديني 24. لا ده انا كده عديت ال 17، يبقى نرجع تاني لمين؟ ل 12 تايمز 1، ال1 ده احطه هنا كده واقول 12 تايمز 1 وصلتني لل 12، فاضل لي كام عشان اوصل لل 17؟ يبقى كام لحد ما اوصل لل 17؟ نعد على ايدينا 13 14 15 16 17 يديني 5، يبقى 5 ديفايدد كام؟ ال 12. لو عايزين نتاكد ونحوله تاني احنا قلنا ايه؟ ده تايمز ده بلس ده 1 تايمز 12 يديني 12 بلس ال 5 يديني 17، يبقى انا قدرت احول فعلا ده مظبوط. يلا اللي بعد كده 5 و7 مين الكبير؟ ال7. ال7 احنا عارفين انها برايم، يبقى على طول الكومن دينومينيتور بتاعها هنقول ده تايمز ده، يبقى 35 على طول. يبقى احنا كده وفرنا ان انا اجرب المالتيبلز بتاعتها، مش هتنفع، اول مالتيبل بتاعها هينفع اللي هو ده تايمز ده. نقول بعد كده ايه؟ 35 ديفايدد 7 يديني كام؟ يديني 5، واللي يطلع نعمل له تايمز الايه؟ تايمز اللي فوق. انا ساعات بحب اشتغل بالطريقه دي، 35 ديفايدد 7 يديني 5، 5 تايمز 3 يديني 15، و 35 ديفايدد 5 يديني 7، 7 تايمز 4 28 يديني كام؟ هنا 35 5 بلس ال 8 13 3 وهنكري اب 1، 1 بلس 1 is 2 بلس 2 يديني 4. هنا شايفين اللي فوق اكبر من اللي تحت، يبقى لازم نحول لميكسد. 1 تايمز 35 ب 35، طب 2 تايمز 35 هتديني 70، يبقى انا عديت. يبقى ناخد 1 تايمز 35 نحط ال1 هنا كده ونشوف محتاجين كام عشان نوصل لل 43، نعد على ايدينا او نعمل ماينس 43 ماينس 35 نلاقي ان هي هتدينا 8، يبقى 8 ديفايدد 35. يلا اللي بعديها هنا مين الكبير؟ ال10. ال10 ديفيزبل باي ال4؟ لا، يبقى نعمل تايمز 2، 10 تايمز 2 دي 20، ال20 ديفيزبل باي ال4 ايوه، يبقى ناخد ال20 كومون دينومينيتور. 20 divided 4 يديني 5، 5 times 1 يديني 5، 20 divided 10 يديني 2، 2 times 3 يديني 6 اللي هتيكوال معانا هنا 20 وهنا 11. يلا اللي بعد كده ال6 وال8، ال8 الكبيرة divisible by ال6 لأ، يبقى نشوف المالتيبلز اوف 8، 8 times 2 16 divided 6 ينفع؟ لأ، 8 times 3 24، يبقى ال 24 هي اللي هتنفع علشان divisible by 6. 24 divided ال8 يديني 3، 3 times ال7 21، 24 divided ال6 يديني 4، 4 times ال5 يديني 20، 1 بلس 0 يديني 1، 2 بلس 2 يديني 4، هتيكوال معانا كام؟ 1 times 24 ب 24، 2 times 24 يديني كام؟ 2 times ال4 يديني 8، و2 تايمز 2 يديني 4. لا ده انا كده بعدت، ده انا عايز اوصل ل 41 بس، يبقى خلاص، يبقى انا 1 تايمز 24 هي اللي هتنفع، يبقى دي ايه؟ نحط هنا 1. طب يبقى كام عشان اوصل لل 41؟ نعمل ماينس. ازاي اعمل كده؟ 41 ماينس ال 24، 1 ماينس 4 ما ينفعش، هنبور 1 من ال 4 تبقى 3 وال1 تبقى 11، 11 ماينس ال 4 تديني 7 وال3 ماينس 2 تديني 1، يبقى يبقى عندي 17 اوفر ال 24. يلا اللي بعديها ال 8 not divisible by ال3، نشوف المالتيبل بتاعها الثاني اللي هو ال 16، ال 16 also not divisible by ال3، مين المالتيبل اللي بعد كده؟ ال 8 ال 24، 24 فعلا في تيبل 3، يبقى ناخد 24 وهنا 24، 24 divided 3 يديني 8، 8 times 2 يديني 16، 24 divided 8 يديني 3، 3 times 7 21، 6 plus 1 يديني 7، 1 plus 2 يديني 3، يبقى 37 over 24. من شوية شفنا ان 24 times 2 يديني 48، يبقى هنعدي ال 37، يبقى نقول 24 تايمز 1 هي اللي تقربني لل 37، يبقى ناخد ال1 هنا كده ونحط هنا 24. عايزين نعرف بقى فاضل لي قد ايه عشان اوصل لل 37؟ نعمل ماينس، نعمل كده 37 ماينس ال 24. 7 ماينس ال 4 يديني 3. 3 ماينس 2 يديني 1. ده يبقى 13 اوفر 24. اللي بعد كده يلا 9 و5. ال 9 مش ديفيزبل اوفر ال 5. 9 تايمز 2 يديني 18، لا. تايمز 3 27، لا. تايمز 4 36، لا. تايمز ال 5 ب 45. يبقى ال 45 هي اللي هتبقى ديفيزبل باي ال 9 والايه وال5. 45 divided ال 9 يديني 5. 5 تايمز ال 5 25. 45 divided 5 يديني 9. 9 تايمز 2 يديني 18. حط هنا ال 45 ونقول 5 بلس ال 8 يديني كام؟ 13. 3 وهنكري اب 1. 1 بلس 2 is 3. 3 بلس 1 يديني 4. هنا ده less than ده، يبقى انا كده خلاص simplest 4. exercise 2 بيقول لي subtract 1 over 3 minus 1 over 5. الكبير عندي برايم، يبقى هنقول على طول 5 times 3 يبقى 15، يبقى الكومون عندي 15. بس هناخد بالنا هنا هنعمل subtraction، هنا ماينس. دايما في المسائل اللي زي دي خد بالك انت بتعمل ايه؟ بتعمل addition ولا subtraction؟ لكن لازم هنجيب common denominator، لازم نحول الفراكشنز دي لايكويفالنت فراكشنز او ايكوال فراكشنز ليهم نفس الكومون دينومينيتور عشان نعرف نشتغل. ها 15 ديفايدد 3 يديني 5. 5 تايمز 1 يديني 5. 15 ديفايدد 5 يديني 3. 3 تايمز 1 يديني 3. يبقى احط ال 15 و5 ماينس 3 يديني 2. اللي بعد كده الكبير عندي 6. ال 6 ديفيزبل باي 2، خلاص هناخدها هي. يبقى هنا ال 6 ماينس، حط هنا ال 6 التاني. طبعا ده ما اتغيرش، هنحط ال 5 هنا. 6 ديفايدد 2 يديني 3. 3 تايمز 1 يديني 3. 5 ماينس 3 يديني 2. ناخد بالنا بقى من حته مهمه جدا. المنظر اللي قدامي ده بروبر فراكشن، يعني النيوميريتور ليس ذان الدينومينيتور. طب ايه المشكله يا مستر؟ المشكلة إن هو مش في السمبلست فورم، وأنا أي مسألة بشتغلها لازم أحط الأنسر في السمبلست فورم. طب اللي هو إيه ده يا مستر؟ هو أنا ال 2 وال 6 مش الاتنين في تيبل 2؟ الاتنين في تيبل 2، يبقى لازم أعمل للي فوق ديفايدد 2 يديني 1. وال 6 لما أعملها ديفايدد 2 يديني كام؟ يديني 3. يبقى ما ينفعش نسيب المسألة على الشكل ده، لازم نسيبها على الشكل الأخير اللي هو السمبلست فورم. يلا هنا. ال 6 وال 3 الكومون عندي اس 6. ده ما اتغيرش، ده زي ما هو. هنا 6 ديفايدد ال 3 يديني 2. 2 تايمز 1 يديني 2. 5 ماينس 2 يديني 3. ينفع نسيبها كده؟ لا ما ينفعش، لأن ال 3 وال 6 هما الاثنين في تيبل 3، يعني ممكن أعمل ديفيجن هنا وهنا باي 3. 3 ديفايدد 3 يديني 1. 6 ديفايدد 3 يديني كام؟ يديني 2. اوكي؟ يلا اللي بعديها. ال 5 وال 4. 5 الكبير برايم ولا مش برايم؟ برايم، يبقى على طول اعمل 5 تايمز ال 4 يديني 20. يبقى هو ده الكومون دينومينيتور. 20 ديفايدد 4 يديني 5. 5 تايمز 1 يديني 5. 20 ديفايدد 5 يديني 4. 4 تايمز 1 يديني 4. يلا نعمل ماينس. 5 ماينس ال 4 يديني 1. يلا اللي بعد كده. ال 7 وال 3، ال 7 عندي الكبير وبرايم، يبقى على طول نقول 7 تايمز 3 21. 21 ديفايدد 7 يديني 3. 3 تايمز ال 4 ب 12. 21 ديفايدد 3 يديني 7. 7 تايمز 1 يديني 7. 12 ماينس 7 يديني 5. ال 6 وال 3 الكومن بتاعهم ال 6. ده ما اتغيرش، نحط ال 1. 6 ديفايدد ال 3 يديني 2. 2 تايمز 2 يديني 4. نحط الكومن دينومينيتور. يلا نعمل سبتراكشن. 4 ماينس ال 1 يديني 3. ناخد بالنا 3 و 6 الاثنين في تيبل 3، لازم اديفايد اوفر 3 فوق يديني 1، واعمل هنا ديفيجن باي 3 يديني 2. يلا هنا الفايف والتن، مين الكبير؟ التن. التن مش ديفيزبل باي الفايف؟ ايوه، يبقى ناخد التن هي الكومن. ده ما اتغيرش، يفضل زي ما هو. 10 ديفايدد 5 يديني 2، 2 تايمز 2 يديني 4. حط هنا 10، 4 ماينس ال 1 يديني 3. يلا اللي بعد كده. 5 و4، ال 5 برايم وهو الكبير يبقى الكومون عندي، نعمل ده تايمز ده، يبقى هنا 20 وهنا 20. 20 ديفايدد ال 5 يديني 4، 4 تايمز 4 يديني 16. 20 ديفايدد 4 يديني 5، 5 تايمز 1 يديني 5. 6 ماينس ال 5 يديني 1 وال1 ينزل. يلا 10 و5 الكومون عندي 10، ده ما اتغيرش، ينزل زي ما هو. 10 ديفايدد 5 يديني 2، 2 تايمز 3 is 6. 9 ماينس ال 6 يديني 3. اللي بعديها 6 و 3 الجريتر از 6 ديفيزبل باي 3، يبقى ناخد ال 6 هنا وهنا، ده ما اتغيرش، ينزل زي ما هو. 6 ديفايدد ال 3 يديني 2، 2 تايمز 2 يديني 4. 5 ماينس ال 4 يديني 1 وال 6 عندي از كومن. يلا هنا 8 هي الكبيرة، 8 تايمز 2 16 مش ديفيزبل باي ال 5. 8 times 3 24 مش divisible by 5. 8 times 4 32 not divisible also by 5. 8 times 5 is 40، فعلا ال 40 divisible by 5، يبقى ناخد ال 40 هي الكومون دينومينيتور. ونقول 40 divided ال 8 يديني 5 times ال 7 يديني 35، و 40 divided ال 5 يديني 8، 8 times 2 16. يلا نعمل ماينس. 5 ماينس ال 6 ما ينفعش، هنبور 1 من ال 3 تبقى 2 وال 5 تبقى 15. 15 ماينس ال 6 يديني 9، و2 ماينس ال 1 يديني 1. يلا اللي بعد كده ال 8 وال 6. 8 نوت ديفيزبل باي ال 6، مين المالتيبل اللي بعد كده؟ ال 16 اولسو نوت ديفيزبل باي ال 6، مين اللي بعد كده؟ 24 تنفع معايا عشان في تيبل 6. 24 divided ال 6 يديني كام؟ يديني 4، 4 times ال 5 يديني 20. 24 divided ال 8 يديني 3، 3 times 3 يديني 9. 20 minus ال 9 يديني 11. exercise 3 بيقول لي choose the correct answer. مسألة addition هنعملها طبعا وبعد كده نختار، يعني احنا ما ينفعش نختار أي حاجة، لازم أعملها الأول. طيب الفايف والفور، الفايف عندي برايم، يبقى الكومون عبارة عن ده تايمز ده، طالما الفايف الكبير وبرايم. 5 تايمز 4 20. 20 ديفايدد ال 4 يديني 5، 5 تايمز 1 يديني 5. 20 ديفايدد ال 5 يديني 4، 4 تايمز 1 يديني 4، اللي هي 9 اوفر 20، اللي هي دي. اللي بعديها ال 4 وال 3 الكومون عندي حافظينه 12. 12 ديفايدد ال 4 يديني 3، 3 تايمز ال 1 يديني 3. 12 ديفايدد 3 يديني 4، 4 تايمز 2 يديني 8، يبقى 11 اوفر 12. اللي بعد كده ال 7 وال 5 الجريتر عندي ال 7 اند اتس ا برايم نمبر، وطالما برايم يبقى الكومون بتاعي عباره عن ده تايمز ده. بنحط هنا 35 وهنا ايه؟ 35. 35 divided 7 يديني 5، 5 times 2 يديني 10. 35 divided 5 يديني 7، 7 times 2 is 14. 0 plus 4 يديني 4، 1 plus 1 يديني 2، يبقى انا عندي 24 over 35. نيجي هنا عندي ال 5 وال 8، ال 8 not divisible by ال 5. لما نيجي نجرب المالتيبلز بتاعتها هنلاقي ال 40 هي الكومون مالتيبل. 40 ديفايدد 5 يديني 8، 8 تايمز 2 16. 40 ديفايدد 8 يديني 5، 5 تايمز 3 15. 6 بلس ال 5 11، 1 وهنكاري اب 1، 1 بلس 1 is 2 بلس 1 يديني 3، يبقى 31 ديفايدد 4. الكبير عندي 9 وال9 ديفيزابل باي 3، يبقى ناخد ال9 هو الكومن، ده ما اتغيرش يفضل زي ما هو. ال3 عشان تبقى 9 اتعمل لها تايمز 3، او ممكن اقول 9 ديفايدد 3 يديني 3، 3 تايمز 1 يديني 3. يبقى عندي 8 ديفايدد ان 9. ال5 وال20، ال20 المفروض ان هي ديفيزابل باي ال5 يبقى ناخدها هي الكومن، ده ما اتغيرش تحط ال1. 20 ديفايدد ال5 يديني 4، 4 تايمز ال4 يديني 16، 16 ماينس 1 يديني 15، وهنا 20. وناخد بالنا ان ايه؟ ناخد بالنا ان ال 15 وال 20 الاثنين في تيبل 5. طب وايه المشكله؟ لا ما ينفعش اسيبها كده، نخليها في السمبلست فورم. يعني نقول 15 ديفايدد 5 يديني 3، و20 ديفايدد ال 5 يديني 4، يبقى 3 اوفر 4. مين الكبير عندي؟ الكبير 42. نسأل نفسنا هي ال 42 ديفيزابل باي 7؟ ايوه، يبقى خلاص ناخد ال 42 هي الكومن، ونسيب ده زي ما هو، واجيب الايكويفالنت فراكشن لده اللي فيه الدينومينيتور بدل ال 7 42. اجيبه ازاي؟ نقول كده 42 ديفايدد 7 يديني 6، 6 تايمز ال 6 ايكوال 36، اللي هي هتيكوال 35 ديفايدد ال 42. 35 و 42 دول في تيبل كام؟ دول هما الاثنين، دول في تيبل 7. يبقى اعمل 35 ديفايدد 7 يديني 5، و 42 ديفايدد 7 يديني 6. تيبل يا جماعه مهم جدا، لازم نحفظ التيبل قوي. اكتر واحد حافظ التيبل هيبقى اكتر واحد بيحل بسرعه وبسهوله في دروس الفراكشنز. ال 30 وال 6، ال 30 ديفيزابل باي 6 يبقى هناخدها كومن، ده ما حصلوش حاجه يفضل زي ما هو. ال 6 ازاي بقت 30؟ تعمل لها تايمز 5، يبقى ال 5 تايمز 5 25، او ممكن نقول 30 ديفايدد ال 6 يديني 5، 5 تايمز 5 25، تبقى 24 ديفايدد ال 30. الشاطر هيقول لي يا مستر 24 و30 الاثنين في تيبل 6، اقول له برافو عليك، يبقى اعمل على طول ديفايدد 6 فوق وتحت. 24 ديفايدد 6 يديني 4، 30 ديفايدد 6 يديني 5، نختار 4 اوفر 5. نيجي نبص هنا بقى، عندي ال 8 ماينس 2 اوفر 3. ال 8 دي اعمل ايه؟ هي عباره عن ايه ال 8 دي؟ ال 8 دي يا جماعه عباره عن ال 8 ديفايدد ال 1، هنا ماينس 2 اوفر 3. احنا قلنا دايما ان اي نمبر في الدنيا عندي ممكن اعمله ديفايدد 1. طيب الكومن عندي يبقى ايه هنا؟ الكومن عندي هيبقى 3، ده ما اتغيرش. هنا ال1 عشان تبقى 3 تعمل لها تايمز كام؟ تايمز 3، يبقى اعمل ال8 تايمز 3 يبقى 24. يبقى فعلا ال24 ديفايدد 3 هي ال8، بس الشكل ده هيساعدني ان انا اقدر اعمل السبتراكشن، عشان الدينومينيتور هنا زي هنا، يبقى هنا ايه؟ 3. 4 ماينس 2 يديني 2، وال2 تنزل. ينفع نسيبها كده؟ لا طبعا. ليه؟ عشان ده امبروبر. احوله ميكسد ازاي؟ اشوف 3 تايمز كام تقربني من ال 22. طبعا اللي حافظين التيبل هيقول لي يا مستر 3 تايمز 7، اقول له برافو، حط ال 7 هنا، يتبقى لك كام عشان توصل لل 22؟ تقول لي يا مستر يتبقى لي 1، اقول لك حطه هنا كده، وهنا ديفايدد كام؟ 3. يلا مع بعضينا نشوف المسائل اللي فيها الاديشن والسبتراكشن للميكسد. برضو المسائل دي سهله مفيش فيها مشكله خالص. أنا عندي هنا 3 and 1 half plus 2 and 1 fourth، نعمل إيه؟ هنسيب دول زي ما هم، هنسيب الهول وانز زي ما هم، والفراكشنز دي نجيب لهم الإيكويفلنت فراكشنز عادي خالص اللي فيها common denominator. يعني هنقول كده أدي 3 وهنعمل كده plus 2 وكده. أوكي؟ الcommon between ال 2 وال 4 is 4. ده ما حصلوش حاجة، هيفضل زي ما هو. ال 4 ديفايدد 2 يديني 2، تايمز 1 يديني 2. يبقى انا غيرت شكل الفراكشن ده لده. طب نكمل ازاي؟ نقول كده 3 بلس 2، لان انا عارف ان هم دول الهول وانز، دي الوانز الكامله، يبقى 3 بلس 2 يديني 5. حط ال 4، 2 بلس ال 1 يديني 3. سهله قوي. يلا اللي تحتيها. الفراكشنز عندي الدينومينيتورز بتاعتها 4 و3، الكومن بتاعها 12، هعمل كده 3 وهنا 12 بلس 7 وهنا 12. 12 ديفايدد ال 4 يديني 3 تايمز 1 يديني 3. 12 ديفايدد 3 يديني 4 تايمز 1 يديني 4. يلا هنقاد ال 3 بلس ال 7 يديني كام؟ 10. حط ال 12 3 بلس ال 4 يديني 7. يلا اللي بعديها 7 و 2 وال 7 جريتر وبرايم، يبقى نقول 7 تايمز 2 14، يبقى ال 14 هو الكومون، يبقى نعمل كده 4 نحط هنا ال 14 بلس 2 نحط هنا ال 14. 14 divided 7 is 2، 2 times 1 يديني 2. 14 divided 2 is 7، 7 times 1 is 7. نحط الونز على الونز، 4 plus 2 يديني ال 6، 2 plus 7 يديني ال 9. اللي بعديها ال 7 وال 6، ال 7 greater وبرايم، يبقى الكومون عندي على طول 7 times 6 is 42، بنحط هنا ال 6 نحط هنا 42 بلس 7 هنا 42. 42 divided ال 6 يديني 7 times 1 يديني 7. 42 divided 7 يديني 6 times 1 يديني 6. 6 و 7 13، هنا هيبقى 42 وهنا برضه 7 بلس 6 يديني 13. اللي بعد كده 5 و 3، ال 5 الجريتر وبرايم، يبقى على طول الكومون عندي ده تايمز ده، 3 تايمز 5 يديني 15، يبقى هقول 9 نحط هنا ال 15 بلس 8 ونحط هنا الايه؟ ال 15. 15 ديفايدد 3 is 5، 5 تايمز 2 يديني 10. 15 ديفايدد 5 is 3، 3 تايمز 1 يديني 3. 9 و 8 يديني 17. 10 و 3 13. يلا اللي بعد كده 5 و 3 الكومون 15، يبقى نحط هنا ال 6 وهنا 15 بلس ال 4 وهنا 15. 15 divided 5 is 3، 3 times 4 12. 15 divided 3 is 5، 5 times ال 2 10. 6 بلس 4 يديني 10، هنا 15. 12 بلس ال 10 يديني كام؟ يديني 22. ناخد بالنا اللي حصل عندي هنا امبروبر. طب اتصرف فيه ازاي الامبروبر ده؟ لازم احوله لميكسد. نيجي كده في الدرافت ونشوف ال 22 ديفايدد ال 15 ايكوال كام؟ هي ال 15 تايمز كام تقربني من 22؟ 15 تايمز ال 1. طب 15 تايمز ال 2 سيرش، لا كده عديت، يبقى خلينا 15 تايمز ال 1. يبقى انا عندي نحط 1 هنا، 15 تايمز ال 1 ب 15، فاضل لي قد ايه عشان اوصل لل 22؟ نعمل ماينس 22 ماينس ال 15 يديني 7، وهنا نحط ايه؟ 15. يعني ده لوحده كده عباره عن 1 and 7 over 15، يعني جواه هول 1. الهول 1 ده اعمل فيه ايه؟ اضيفه على ال 10 اللي موجودين هنا، يبقى 10 بلس 1 يديني 11 ونحط ال 7 over 15. مسألة جميلة وحلوة، افهموها كويس، اللي مش فاهمها هيحاول يسمعها تاني. يلا هنا ال 6 وال 9، مين الكبير؟ ال 9. divisible by ال 6؟ لا، يلا نشوف لها المالتيبلز. 9 times 2 18. ال 18 divisible by ال 6، ايوه، يبقى ناخد ال 18 على طول كومن، يبقى انا عندي 2 هنا 18 بلس 18. 18 divided 6 يديني 3، 3 times 5 15. 18 divided 9 2، 2 times 8 يديني 16. هنا 2 المفروض ان مفيش حاجه، يبقى تنزل ال 2 زي ما هي، حط ال 18. 15 بلس 16 31، ما ينفعش اسيبها كده ابدا عشان ده امبروبر. يبقى نيجي هنا كده في الدرافت ونشوف ال 31 divided ال 18 يديني كام؟ 18 تايمز كام تقربني من ال 31؟ 18 تايمز ال 1. طب 18 تايمز 2 هتعدي بيا هتوصلني لل 36، يبقى هنخلينا 18 تايمز ال1. طب الباقي نعمل 31 minus ال18. 31 minus ال18 هيديني 13 divided ال18. الله، يعني ده كده جواه هول 1 ومتبقي منه 13 اوفر 18. ايوه، طب نعمل ايه؟ نحط ال1 ده على ال2 دي تديني كام؟ تديني 3، ونحط ده اللي بيتبقى 13 divided الايه؟ ال18. يلا اللي بعد كده 2 5 الكومن بتاعهم 10، يبقى نعمل كده 2 هنا 10 بلس 10. 10 divided 2 يديني 5، 5 times 1 يديني ال 5. 10 divided 5 يديني 2، 2 times ال 4 يديني ال 8. نحط ال 2 زي ما هي عشان ما فيش هنا عندنا هول 1 نضيفها عليها. نعمل هنا 10، 5 وال 8 13. ينفع نسيبها كده؟ لا، نشوف كده في الدرافت. ال 13 divided 10، 13 فيها كام؟ 10 فيها 1. اقرب حاجه تقربني من ال 13 1 تايمز 10، بنحط هنا ال 1. يبقى كام عشان اوصل لل 13؟ يبقى 3 اوفر 10. يبقى ده جواه هول 1، ناخده نحطه على 2 تتحول ل 3 ويبقى 3 اوفر 10. يلا نشوف اكسرسايز 5. هنعمل سبتراكشن للميكسد، وناخد بالنا ان السبتراكشن في الميكسد لازم يكون الفراكشن ده جريتر ذان الفراكشن ده. طب لو جالي يا مستر ده لزن ده اعمل ايه؟ ساعتها هقول لكم نعمل ايه. نركز بقى قوي في السبتراكشن، هنمشي زي ما كنا ماشيين بالظبط في الايه؟ في الاديشن، لحد ما يجي لي الفراكشن ده لزن ده، ودي هنشوف هنعمل فيها ايه. طيب الفور والثري الكومن بتاعهم 12، يبقى اعمل هنا 4 وهنا 12 ماينس 2 اند 12. هنحول ال 2 ثيردز وال 1 فورثز لايه؟ ايكويفالنت فراكشنز. الدينومينيتور بتاعها 12. 12 divided 3 يديني 4، 4 times 2 ب 8. 12 divided 4 يديني 3، 3 times 1 يديني 3. بعد كده نعمل subtraction عادي خالص، الهول وانز نعمل لها subtraction. 4 minus 2 يديني 2، 12 زي ما هي. 8 minus 3 يديني ال 5. يلا هنا ال 5 وال 6 الكومن بتاعهم 30. divided 5 يديني 6، 6 times 1 is 6. divided 6 يديني 5، 5 times 1 is 5. 3 minus 1 يديني 2. 6 minus 5 يديني 1. يلا اللي بعد كده ال 2 وال 3 الكومن بتاعهم ايه؟ الكبير عندي 3، برايم ولا مش برايم؟ برايم، يبقى 2 times 3 على طول ب 6، هو ده الايه؟ الكومن. Six divided ال 2 يديني 3، 3 times 1 يديني 3. 6 divided ال 3 يديني 2، 2 times ال 1 يديني 2. يلا نعمل subtraction عادي خالص. 10 minus ال 5 يديني 5. الكومن عندي ال 6، 3 minus 2 يديني 1. اللي بعد كده ال 6 وال 7، 7 الكبير وبرايم، يبقى الكومن عندي ده times ده يديني 42. يبقى هنا 9، حط هنا 42. عندي هنا ماينس ال 4 ونحط هنا 42. 42 divided ال 7 يديني ال 6، 6 times ال 3 يديني 18. 42 divided ال 6 يديني 7، 7 times 1 is 7. نعمل ماينس، 9 ماينس 4 يديني 5. 8 ماينس ال 7 يديني 1، وال1 ده ينزل. اللي بعد كده 12 و4، المفروض ال 12 divisible by ال 4، يبقى ناخد ال 12 هي الكومن. يبقى انا عندي هنا 8 و11 اوفر 12 مش هغير فيه حاجه، هنا ماينس ال 7 ونحط هنا 12. 12 divided ال 4 يديني 3، 3 times 3 يديني 9. 8 minus 7 يديني 1. 11 minus 9 يديني 2. ناخد بالنا ال 2 وال 12 في تيبل 2، يبقى نعمل divided 2 هنا وهنا. يبقى ال 1 زي ما هو، 2 divided 2 يديني 1، 12 divided 2 يديني الايه؟ ال 6. يلا اللي بعد كده ال 12 وال 4 الكومن بتاعهم ايه؟ الكومن بتاعهم 12. يبقى انا عندي هنا 10، عندي هنا 12 ماينس 3، وهنا عندي 12. 12 divided 4 يديني 3 times 1 يديني 3. 12 divided 12 يديني 1 تايمز 1 يديني 1، ما حصلش في اي تغيير. يلا نعمل subtraction. 10 minus 3 يديني 7، 3 minus 1 يديني 2. ال 2 وال 12 الاثنين في تيبل 2، نعمل divided 2 هنا وهنا يبقى 7، 2 divided 2 يديني 1، divided 2 يديني 6. يلا اللي بعد كده ال 8 وال 3 الكومن بتاعهم كام؟ 24، يبقى هنا 5 هنا 24 minus 1 وعندي هنا 24. 24 divided ال 8 يديني 3، 3 times ال 5 15. 24 divided 3 يديني 8، 8 times 1 ب 8. 5 minus ال 1 يديني 4، 15 minus ال 8 يديني 7. يلا اللي بعد كده نركز بقى في دي يا اولاد، عايزكم تركزوا معايا في دي. الكومون بتوين ال 6 وال 9 18، لان ال 9 نوت ديفيزبل باي ال 6. اول مالتيبل 18، ال 18 ديفيزبل باي ال 6، ناخد ال 18 نحط هنا 9، عندي كده 18 ماينس هنا نحط ال 4 ونحط هنا ال 18. 18 ديفايدد ال 6 يديني 3 تايمز 1 يديني 3. 18 ديفايدد ال 9 يديني 2، 2 تايمز ال 4 يديني 8. ناخد بالنا بقى من ايه؟ ان ال 3 اوفر ال 18 less than ال 8 اوفر 18. ما ينفعش اقول 3 ماينس ال 8. هنعمل ايه بقى في الحاله دي؟ هنبرو 1 من الهول وانز، يعني ال 9 دي هاخد منها 1 تبقى كام؟ تبقى 8. طب ال 1 اللي انا هاخده ده هاخده ازاي؟ هاخده يتحط هنا ب 1 زي ما كنا بنعمل؟ لا، ده الهول 1 ده هاخده ب 18 ديفايدد ال 18، يعني ال 9 دي عباره عن 8 بلس 18 ديفايدد ال 18. يعني اكتب المساله ازاي؟ هنقول كده ال 9 اصبحت 8 وعندي ال 18 دي زي ما هي، وال 3 ديت جبت لها 1 من الايه؟ من ال 9. ال 1 اللي جبته ب 18 كامله، يبقى هنحط 18 بلس 3. 18 بلس 3 يديني كام؟ 21، يبقى ماينس ال 4 اند 8 اوفر ال 18. تمام؟ يبقى المساله دي مهمه جدا جدا. لما بنيجي نستلف او نبورو 1 من الهول 1 في الميكسد نمبر، ال1 اللي باخده ابص على الدينومينيتور واقول النيوميريتور والدينومينيتور نفس النمبر بتاعهم عشان نقدر نزود الفراكشن ده. يبقى 8 ماينس ال 4 يديني 4، 21 ماينس ال 8 يديني 13، وهنا نحط الايه؟ ال 18. خلاص عرفنا هنعمل ايه؟ يلا نشوف اللي بعديها. ال 1 اوفر 2 1 اوفر 4 الكومن بتاعهم 4، يبقى نحط هنا 4 هنا 4 ماينس الايه؟ ال 4 ده ما اتغيرش. 4 ديفايدد 2 يديني 2 تايمز 1 يديني 2، سهله قوي. هنا ال 4 مفيش هنا معاها حاجه، يبقى نحط 4 نحط هنا 4، 2 ماينس 1 يديني 1، سهله قوي. اللي بعديها هنا 7، اتفقنا ال 7 اعمل فيه ايه؟ ال 7 نخليه ديفايدد 1 او ممكن حاجه ثانيه، ناخد بالنا بقى انا هنا ما عنديش فراكشن. طب ما تيجي نخلي ال 7 دي نخليها 6 ونحط جنبيها 1 عباره عن 7 اوفر 7. ايه رايكم لو خليناها كده؟ مش سهل علينا المساله؟ تخلي المساله سهله جدا. يبقى نخلي ده ماينس 1 اوفر كام؟ 1 اوفر 7. هنا 6 ماينس، هنا مفيش حاجه، يعني هنا الهول 1 بزيرو، يعني 6 ماينس 0 يديني ال 6، و7 ماينس ال 1 يديني ال 6. يبقى انا يوم ما يجي لي مساله زي دي وفي عندي عايز اعمل سبتراكشن، ممكن النمبر اللي عندي اقسمه لهول وانز وفراكشن كامل. يعني ايه فراكشن كامل؟ يعني النيوميريتور قد الدينومينيتور بتاعه. يلا نشوف اللي بعد كده. 1 اند 1 اوفر 2 ماينس 3 اوفر 4، مين الكومون عندي هنا؟ الكومون 4، يبقى هتيكوال 1 وهنا نحط 4 ماينس 3 وهنا نحط 4. 4 ديفايدد 2 يديني 2 تايمز 1 يديني 2. يلا نعمل ماينس، نيجي نبص نلاقي الفراكشن ده less than الفراكشن ده، مش هعرف اقول 2 ماينس 3، يبقى هنبرو ال1 ده، هنستلف ال1 ده. لما اجي اخده بقى احطه هنا، احطه ازاي؟ احطه بقيمه الدينومينيتور. الدينومينيتور فيها كام؟ فيها 4، يبقى هنزود على 2 4، يبقى هتيكوال معانا كده 2 بلس 4 يديني 6 اوفر ال 4. تمام؟ هيبقى ماينس 3 اوفر ال 4. يبقى انا لما بعمل بوروينج لل1 ده لما باجي اضيفه ال1 ده بيروح ب 4 اوفر ال 4. ال 4 دي زي ما هي، وال 4 اللي فوق هضيفها على 2 تبقى 6. 6 ماينس ال 3 يديني 3 وهنا يديني ال 4. يلا اللي بعد كده. الكومون عندي 21، يبقى هنا 1 وعندي هنا 21 ماينس ال 21 ده ما اتغيرش يفضل 10. 21 ديفايدد 7 يديني 3، 3 تايمز 4 از 12. هنا ال 1 ماينس ال 0 هنا اكن في 0 ال 1 ينزل. 12 ماينس ال 10 يديني 2 ديفايدد 21. يبقى الحته دي مهمه جدا. ايه هي؟ وانا بعمل سبتراكشن لازم ناخد بالنا، لو الفراكشن صغير ده less than ده لازم ببورو 1، ولما باجي ببورو 1 باخده بقيمه الفراكشن الكامل. يعني لو الدينومينيتور 4 باخده 4 اوفر 4، وبعد كده اعمل ايه؟ النيوميريتور اضيفه على النيوميريتور ونخلي ده زي ما هو. يعني انا لما خدت ال 4 اوفر 4 زودتها على 2 اوفر 4 بقت 6 اوفر 4. ايه اللي حصل؟ خليت الفراكشن ده اكبر من الفراكشن ده عشان اعرف اعمل سبتراكشن. يلا نشوف مع بعضنا اكزامبل 6 بيقول لي فايند ذا ريزلت ان ذا سمبلست فورم. هنا بقى هيبتدي يجيب لي ممكن 3 فراكشنز، مش مشكله هنشتغل على ال 3 دينومينيتورز. ممكن يعمل لي اسوسيشن، يقول لي اعمل دول الاول مع بعض واللي يطلع اعمل له مثلا بلس او ماينس اللي بعده. هنيجي نشوف المسائل. عندي 4 و3 هنعمل ايه؟ مين الكبير؟ الفور. الفور ديفيزبل باي 3؟ لا، يبقى نشوف اول مالتيبل للفور 8. ال 8 ديفيزبل باي 3؟ لا، بس ديفيزبل باي 2 يا مستر. اقول لك لا، لازم الاثنين، لازم اللي ناخده كومون يبقى ديفيزبل على كله. طيب نيجي نشوف المالتيبل اللي بعد كده للفور اللي هو كام؟ ال 12. 12 ديفيزبل باي 3؟ ايوه. ديفيزبل باي 2؟ ايوه، يبقى ناخد ال 12 هو الكومون. وبعد كده نقول ايه؟ 12 ديفايدد ال 4 يديني 3 تايمز ال 1 يديني 3. 12 ديفايدد ال 3 يديني 4، 4 تايمز 2 يديني 8. 12 ديفايدد ال 2 يديني 6، 6 تايمز ال 1 يديني ال 6. 3 بلس ال 8 يديني 11، بلس ال 6 يديني 17. ها، ينفع نسيبها كده؟ لا طبعا. ال 12 تايمز كام تقربني من ال 17 تايمز 1 توصلني لل 12. يبقى فاضل كام عشان اوصل لل 17؟ فاضل لي 5 اوفر ال 12. يلا اللي بعد كده. ال 15 ديفيزبل باي 10؟ لا، يبقى ناخد لها اول مالتيبل. اول مالتيبل يعني ايه؟ يعني كرر لي ال 15، يعني نعملها تايمز 2. 15 تايمز 2 يديني 30. ال 30 ديفيزبل باي 10؟ ايوه. ديفيزبل باي ال 5؟ ايوه، يبقى ناخد ال 30 على طول. 30 يلا 30 ديفايدد 5 يديني 6، 6 تايمز ال 1 يديني 6. 30 ديفايدد 10 يديني 3، 3 تايمز ال 7 21. 30 ديفايدد ال 15 2، 2 تايمز ال 4 يديني 8. يلا 6 بلس 1 7، 7 و8 15، 5 وهنكاري اب 1، 1 بلس 2 يديني 3. 35 ديفايدد 30، ناخد بالنا ده في عندي كومون 5، ده في تيبل 5 وده في تيبل 5، يبقى نعمل على طول ديفيجن 5 هنا و5 هنا، يديني هنا 7 وهنا ال 6. ايه ده؟ ده امبروبر، لا نحوله ميكسد على طول. ال 6 تايمز كام تقربني من ال 7 تايمز 1، ويبقى كام؟ يبقى 1 اوفر ال 6. يلا اللي بعديه. هنا عندي 3 و5 وال6، مين الكومون؟ نجيبه ازاي؟ ناخد الكبير ال6، نجيب لها المالتيبلز. اول مالتيبل 12 ما ينفعش مع ال5، 18 ما تنفعش مع ال5، 24 ما تنفعش مع ال5. المالتيبل اللي بعد كده ال6 30 ينفع مع ال5 ومع ال3 يبقى نخلينا مع ال30. نعمل كده نحول كل الفراكشنز ان ايه تبقى 30 في الدينومينيتور. 30 divided 3 يديني 10، 10 times 1 يديني 10. 30 divided 5 is 6 times 1 يديني 6. 30 divided 6 is 5 times 1 يديني 5. يلا 2 3 5 و7 12 10 و6 16 و5 21. هناخد بالنا 21 وال30 في تيبل 3 يبقى نعمل ديفايدد 3 هنا وهنا يبقى هنا 12. 21 ديفايدد 3 يديني 7. 30 ديفايدد 3 يديني 10. يلا اللي بعديها مين الكبير؟ ال6 divisible باي 4 لا يبقى نعمل 6 تايمز 2 تديني 12. divisible باي 4 ايوه. divisible باي 3 ايوه. يبقى هنعمل كده 7 نحط هنا 12 12 divided 4 يديني 3 times 1 يديني 3. 12 divided 6 يديني 2 times 1 يديني 2. 12 divided 3 يديني 4 times 1 يديني 4. 7 هنا مفيش حاجة 7 و 1 يديني 8. 3 و 2 5 بلس ال 4 يديني 9. ناخد بالنا 9 و 12 في تيبل 3 يبقى نعمل divided 3 هنا وهنا بدأ يديني 8. 9 divided 3 يديني 3. 12 divided 3 يديني 4. يلا اللي بعديها. اللي بعديها بقى ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ دي اسمها association، يعني بيقول لك اعمل الاثنين دول الاول بلس وبعد كده نعمل لده ماينس. لازم اما ابدا المساله برضو اعمل الكومن دينومينيتور. 4 و8 و6 مين الكبير؟ ال8. ال8 ديفيزبل باي 6 لا، تايمز 2 تديني 16 نوت ديفيزبل باي 6، تايمز 3 24. يبقى الاول اشتغل ان انا اجيب كومن دينومينيتور. يبقى انا دي هتبقى كده 3 24 بلس 1 24 ماينس 2 24. يلا 24 ديفايدد 4 يديني 6. 6 تايمز ال 3 18. 24 ديفايدد ال 8 3. 3 تايمز ال 7 21. 24 ديفايدد 6 is 4. 4 تايمز 5 20. اللي هي هتيكوال ايه؟ ناخد بالنا بقى هنعمل الاثنين دول الاول مع بعض. 3 بلس ال 1 يديني 4. هنا نحط هنا 24. 8 بلس 1 يديني 9. 1 بلس 2 يديني 3. وبعد كده احط ده زي ما هو كده ماينس 2 اند 2. نيجي نبص بقى هنعمل سبتراكشن. الفراكشن ده اكبر من ده؟ ايوه الفراكشن ده جريتر ذان ده، يبقى نعمل على طول احنا مطمنين. 4 ماينس 2 يديني 2. حط هنا 24. 9 ماينس 0 يديني 9 و3 ماينس 2 يديني 1. مسائل سهله، اللي متابع معايا من اول ليسون 2 وفاهم احنا بنعمل ايه وماشي واحده واحده مش هيتلخبط. كل حاجه بنقولها لازم تفهمها كويس، ما ينفعش تمشي وفي حته مش فاهمها، لان كل شويه هتلاقي الحاجات راكبه على بعضها. يلا اللي بعد كده عندي 5 و5 و3 الكومون يبقى ايه؟ الكومون يبقى 15. يبقى هنعمل كده نغير كله الاول لل 15. divided 3 is 5. 5 times 2 يديني 10. 15 divided 5 is 3. 3 times 1 يديني 3. 15 divided 5 is 3. 3 times 4 يديني 12. ها نعمل ايه بعد كده؟ البراكت ده بيقول لي اعمل الاثنين دول الاول في خطوه لوحدها وبعد كده نعمل ماينس ده في خطوه ثانيه. 2 هنا مفيش حاجه ننزل 2. 10 بلس 3 13 هيبقى ماينس 12 اوفر كام؟ 15. نتاكد هل الفراكشن ده اكبر من ده؟ يبقى نشتغل على طول. ال2 ماينس الزيرو تنزل. 13 ماينس 12 يديني 1. يلا اللي بعد كده ال8 وال4 وال2. ال8 هو الكبير divisible by ال4 ايوه ايوه، يبقى خلاص هنشتغل على ال8. طبعا ده مفيش فيه تغيير، انت زي ما هو 8 divided ال4 يديني 2. 2 times 3 يديني 6. 8 divided 2 يديني 4. 4 times 1 يديني 4. نعمل دول في خطوه لوحديهم. حط هنا ال 6، 6 و 2 يديني 8، حط هنا 8، 6 و 1 يديني 7، ماينس 7 اند 4 اوفر ال 8. يلا نطمن، ده جريتر ذان ده، ايوه خلاص نشتغل واحنا مطمنين. 8 ماينس 7 يديني 1، 7 ماينس 4 يديني 3، وال 8 تنزل. يلا هنا ال 4 وال 2 وال 8 الكومن بتاعهم 8 زي اللي فوق دي بالظبط. يلا يبقى نغير كله لل 8. ناخد بالنا، ده هنا ماينس الاول، ده زي ما هو 8 ديفايدد 4 يديني 2، 2 تايمز ال 3 يديني 6، 8 ديفايدد 2 يديني 4، 4 تايمز 1 يديني 4. انا هعمل ماينس، لازم اتاكد ان الفراكشن ده جريتر ذان الفراكشن ده. فعلا ال 6 جريتر ذان ال 4، يبقى نشتغل واحنا مطمنين. 8 ماينس 2 يديني 6، ال 8 تنزل تحت زي ما هي. 6 ماينس 4 يديني 2، يلا نعمل بلس 3 اند 1 ايتسز. 6 بلس 3 يديني 9، 2 بلس 1 يديني 3، وال 8 زي ما هي. يلا اللي بعد كده 4 و 3 و 12، الكبير عندي 12، ال 12 ديفيزبل باي ال 4 وال 3، يبقى ناخد على طول ال 12 نشتغل عليها. ناخد بالنا هنا بلس، هنا 12 ديفايدد ال 4 يديني 3، 3 تايمز ال 1 يديني 3، 12 ديفايدد ال 3 يديني 4 تايمز ال 1 يديني 4. نعمل دي الاول، 3 بلس 1 يديني 4، هنا المفروض هنا 12، 3 بلس 4 يديني 7، الكلام ده ماينس 15 اوفر 12. ناخد بالنا، ده انا عندي هنا الفراكشن ده للزن ده، نعمل ايه؟ يبقى لازم ابورو 1 من الايه؟ من ال 4 تبقى 3. الله، وال1 ده هنحطه جنب ال7؟ لا، ال1 لما باخده بالفاليو بتاعت الدينومينيتور، يعني باخده ب 12، يبقى هنضيف على ال7 12. لما اضيف على ال7 12 تبقى كام؟ تبقى 19. خلاص اتفقنا؟ هقولها تاني، هي كانت 4 and 7 over 12، هنبورو 1 من ال 4 تبقى كام؟ تبقى 3، وال1 اللي اخده ده لما اجي اضيفه على ال 7 هضيف 1 ولا اضيف ايه؟ لا، هنضيف الفاليو بتاعت الدينومينيتور، يعني هنقول كده 7 بلس 12 يبقى 3 and 19 ديفايدد الايه؟ ال 12. اوكي؟ يلا نعمل ماينس كده، 3 هنا مفيش حاجة نحط ال 3، 19 ماينس ال 15 تديني 4، وال 12 تنزل. ال 4 وال 12 في تيبل 4 يبقى 3، ال 4 ديفايدد 4 يديني 1، ال 12 ديفايدد 4 يديني 3. تمام؟ يلا اللي بعديها يا أولاد. عندي ال 30 وال 6 وال 5، ال 30 ده كومون لل 6 وال 5 يبقى هنشتغل على ال 30. ثيرتي ديفايدد 5 is 6 times 2 يديني 12، 30 ديفايدد 6 يديني 5 times 1 يديني 5، 7 و 4 11 وعندي 30 تنزل، 12 و 5 17 هنا ماينس 32 ديفايدد 30. ناخد بالنا الفراكشن less than الفراكشن، نعمل ايه؟ زي ما عملنا من شويه، لازم ابورو 1 للفراكشن ده عشان اساعده، استلف 1 من الهول 1's ال 11 تبقى 10، الهول 1 ده احطه على الفراكشن ده عشان يساعده. طب الهول 1 هنا قيمته قد ايه؟ نروح نبص على الايه؟ على الدينومينيتور الايه؟ 30، يبقى الهول 1 قيمته 30 اوفر 30، يبقى هنزود على ال 17 كام؟ 30 كامله، تبقى كام؟ نقول كده 30 بلس ال 17، يبقى انا عندي هنا 7 وهنا 4 تبقى 47. يبقى ال1 اللي انا خدته من ال11 بكام؟ هنضيف كام على النيوميريتور؟ هنبص هنا نلاقي 30 يبقى نضيف هنا 30. يبقى دي هتيكوال كام؟ هنا 10 مفيش هنا حاجه تنزل ال 10 حط هنا 30. 7 ماينس 2 يديني 5. 4 ماينس 3 يديني 1. المفروض ان ال 15 وال 30 في تيبل 5 يعني دي كده هتيكوال كده. ال 10 تنزل 15 ديفايدد 5 يديني 3. 30 ديفايدد 5 يديني ال 6. نبص تاني ايه ده؟ ده بردك لسه في تيبل 3 يبقى نعمل ديفايدد 3 يديني 10 وهنا نحط 1 ديفايدد 2. تعالوا مع بعضينا نشوف الورد بروبلمز. بيقول لي one day a flock of birds flew 6 1/3 hours. يعني عندي سرب من الطيور، مجموعة طيور طارت المدة دي. The next day اليوم اللي بعد كده البيردز فلو 8 1/2 hours. يعني أول يوم هم طاروا المدة دي، اليوم الثاني طاروا المدة دي. How many hours did the birds fly during the 2 days؟ يبقى هم طاروا قد إيه في اليومين؟ سهلة أوي، إحنا فهمنا القصة وما فهمناهاش، فهمناها. هو هنا عايز التوتال تايم، يبقى هنحط التايم ده على التايم ده، يبقى نعمل عملية أديشن. هو بيقول لي how many hours، يبقى هنعمل the number of hours equal 6 1/3 plus 8 1/2. اتعلمنا نجيب common denominator. ال 3 وال 2 الكومن بتاعهم ال 6، يبقى نعمل كده 6 ديفايدد 3 يديني 2، 2 تايمز 1 يديني 2، 6 ديفايدد 2 يديني 3، 3 تايمز 1 يديني 3 اللي هي هتيكوال معانا ال 80. 6 و 8 يديني 14، 2 و 3 يديني 5، والانسر عندي بالاورز. يبقى هو ده الوقت اللي هم ايه طاروه في الايه في اليومين. يلا اللي بعد كده. Look at the following table and answer the following questions. هنا age in years، hours of sleep needed، يعني هنا مديني العمر وهنا بيقول لي الوقت اللي هم محتاجين عشان يناموه. يعني مثلا لو طفل عنده سنة هو بيقول ان هو محتاج ينام الوقت ده من الاورز. 35 years يبقى محتاج ينام 8 ساعات في اليوم. بيقول لي هنا how many more hours of sleep are needed by a 1-year-old child than by a 5-year-old child. يعني الساعات اللي بينامها الولد اللي عنده سنة how many more، أكتر من الساعات اللي بينامها الطفل اللي عنده 5 سنين بقد إيه؟ يبقى هو بيقول لي إيه؟ اعمل ده ماينس ده. يبقى نعمل كده 13 1/3 ماينس 10 1/2. ينفع نشتغل كده؟ لا، نجيب كومن، الكومن عندي ال 6 يبقى هنا 13 وهنا ال 6 ماينس 10 وهنا ايه؟ ال 6. 6 ديفايدد 3 يديني 2، 2 تايمز 1 يديني 2، 6 ديفايدد 2 يديني 3، 3 تايمز 1 يديني 3. نلاقي عندنا مشكلة. ايه المشكلة؟ ال 2/6 سمولر ذان 3/6. طب نحل المشكلة ازاي؟ عايزين نكبر ده، نساعده، نجيب له 1 من هنا تبقى 13 12. طب وال1 اللي يجي له يزود لي ال2 قد ايه؟ نبص بعينينا على الدينومينيتور ان الايه 6، يبقى نزود ال2 نحط عليها 6 تبقى كام؟ تبقى 8. يبقى هتدينا كام؟ نقول كده 12 ماينس 10 يديني 2، وهنا ده ما بقاش بقى 2/6 بقى 8/6. ال 8 ماينس 3 يديني 5 وهنا ايه؟ 6. يبقى هنا ايه؟ هنا hours. يلا اللي بعديها. How many more hours of sleep are needed by a 35-year-old adult than by 65-year-old adult؟ يبقى هنقول 8 minus 5 1/3 هتيكوال. ال 8 ديت مفيش جنبها whole ones، يبقى ناخد منها 1 نكسره نخليه whole fraction عشان نشتغل عليه على الفراكشن. يبقى لما اخد من ال 8 1 تبقى كام؟ تبقى 7، تبقى 7 كده. طب وال1 اللي انا هاخده ده لما اجي اكتبه على شكل فراكشن اعمل ايه؟ اكتبه 4/4، 5/5، 6/6. لا، نبقى اذكياء، ابص انا محتاج 3 يبقى نحط هنا 3 ايه؟ ال3. الكلام ده هيبقى ماينس ال 5 and 1/3. يلا 7 minus 5 يديني 2، حط هنا 3، 3 minus 1 is ايه؟ is 2 hours. يلا اللي بعد كده. a 35 years old adult slept 5.5 hours in the morning and 4 2/3 hours at the night. How much more sleep is this than the amount needed? يعني بيقول لي انا عندي واحد عنده 35 years نام الوقت ده ونام الوقت ده كمان، هو نام قد ايه اكتر من اللي هو محتاجه؟ يبقى هنا هنعمل ايه؟ هنحط الاثنين دول بلس وبعد كده اشيل منهم ال8 اللي هو المفروض ينامها، يبقى هو هنعمل كده، يبقى هتيكوال معانا 5 and 1 over 2 بلس 4 and 2 over 3. الكلام ده ماينس مين؟ ماينس ال8. احنا اتفقنا ال8 دي هنكسرها، طب هكسرها لايه بقى؟ هنا نبقى اذكياء شويه، اكسرها لل2 ولا لل3؟ لا نكسرها للكومون بتاعهم، الكومون بتاعهم ال6، يبقى نقول ال8 دي هتبقى 7 and 6 over ال6. يلا ناخد الكومون، الكومون طبعا يبقى 6، يبقى هنا هيبقى 5 وهنا نحط 6 بلس هنا 4 ونحط هنا 6، هنا هيبقى ماينس 7 and ال 6 over ال 6. 6 divided 2 is 3 times 1 يديني 3، 6 divided 3 is 2 times 2 يديني 4، اللي هو هيديني كام بقى ده بقى؟ يلا 5 و 4 9 وال 6 عندي هنا 3 بلس 4 7، هيبقى ماينس 7 and ال 6 over ال 6. 9 minus 7 is 2، 7 minus 6 is 1 وال 6 تنزل hours. يبقى هو نام زيادة عن الوقت اللي محتاجه بهذا المقدار. يلا اللي بعد كده. يقول لي أحمد has 10 pounds. He bought a pen for المبلغ ده and a notebook for ده. Find the remainder with أحمد. أحمد كان معاه 10 جنيه اشترى الحاجتين دول، يبقى معاه كام؟ يبقى the remainder is 10 كلها هشيل منها الحاجات اللي هو اشتراها 3 and 1 over 4، الكلام ده بلس 2 and 1 over ال 4 اللي هتيكوال كام؟ ادي ال 10 اهي زي ما هي، دول جاهزين 3 بلس 2 يديني 5، 1 بلس 1 يديني 2. الله، طب اعمل دي ازاي؟ ال 10 نخليها 9 ونحط جنبها الهول فراكشن، ال 1 اللي انا خدته منها احطه فراكشن كامل، يعني النيوميريتور قد الدينومينيتور نحط 1 كامل. طب احطه كام بقى هنا المره دي؟ نبص بعينينا نلاقي هنا 4، يبقى انا محتاجه 4 ديفايدد الايه؟ ال 4. يبقى هنقول ايكوال معانا 9 ماينس ال 5 يديني 4، عندي هنا طبعا ده كده 4 وعندي 4 ماينس 2 يديني 2، دول يتحطوا في السمبلست فورم يبقى 4 and 1 over 2 pounds. وبكده يا حبايبي يبقى خلصنا ليسون 3، ليسون مهم جدا جدا، عشان نبقى شطار فيه لازم نبقى حافظين التيبلز صم، ولازم نعرف ازاي نجيب الكومن دينومينيتور، واللي مش فاهمها ارجع للدرس اللي فات. وحته مهمه قوي في مسائل السبتراكشن للميكسد نمبر، لما باجي ابورو 1 من الميكسد نمبر باخد ال1 ده ازاي؟ ابص على الدينومينيتور بتاع الفراكشن اللي جنبه واقول ان هاخد ال1 ده بالنيوميريتور والدينومينيتور بنفس النمبر ده. الدرس ده مهم جدا يا اولاد، ويا ريت اللي ما فهمهوش يسمعه تاني، وبالتوفيق لكم ان شاء الله.